وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط أحجام تداول منخفضة. وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليارات جنيه، لأغلق عند مستوى 669 مليار و247 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10247 نقطة، وأغلق عند 10200 نقطة متراجعا بنسبة 46%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 1765 نقطة، وأغلق عند 1746 نقطة منخفضا بنسبة 1.7%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 2660 نقطة، ليغلق عند مستوى 2627 نقطة منخفضا بنسبة 1.23%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.55 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع، وسجل اليورو 19.83 جنيها للشراء و 19.92 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23.29 جنيها للشراء و 23.40 جنيها للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.05 جنيها للشراء و 5.07 جنيها للبيع، وسجل الريال السعودي 4.94 جنيها للشراء و 4.97 جنيها للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تعززت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. ليصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ويصل إلى 1858 دولارا للأوقية، وسجل عيار 18 نحو 903 جنيهات، وسجل عيار الذهب 21055 جنيها، في حين سجل عيار 24 نحو 1206 جنيهات، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 8440 جنيها.